لكن تجد لاعب يؤدي أقصى ما عنده وكل المدربين اللي يتعاقبون مبسوطين منه زي الزوري مثلا في الهلال. لا الزوري لا والله الزوري يعني حظه قليل عند جمهور الزوري هو من ابرز اللاعبين. الزوري الحقيقه شوف زوري فقده المنتخب فقده نادي الهلال الحقيقه مع وجود ايضا البديل الجيد في مركزه ولكن يظل الزوري طبعا ياسر الشهراني من حظنا انه يلعب في المركزين يعني يلعب كظهير يمين ويلعب كظهير يسار. الحمد لله الحمد لله ان عندنا الزوري عندنا ياسر عندنا البريك بس الزوري حظه قليل عند جمهور الهلال مو عشان كذا انا ما ابغى اتكلم عن لاعب معين اي لاعب يا جمهور الكره السعوديه عموما في المنتخب او في ناديك المفضل واتكلم عن نادي الهلال اذا ما وجد المسانده عرفت ما حي الزوري. على فكره مدربين كثير جول الدوري السعودي واعرف من خلال رؤساء الانديه يعني يقول بس اعطونا هذا اللاعب احنا نبغى هذا اللاعب عندنا في النادي. زوري لاعب يقدر قيمته المدرب قبل مجلس إدارة وقبل الجمهور يعرف أن الزوري هذا وش إمكانياته اللي موجودة فيه لاعب كبير الحقيقة.